في مدينة الموصل يسعى الباحثون عن الشفاء إلى ملاذ غريب يلسع ولكنه يداوي. هناك بين أزقة المدينة العتيقة يقف رجل اتخذ من النحل رفيقا ومن لسعاته دواء ليروي عطش المرضى الظامئين لبارقة أمل. في هذه البقعة من أرض الرافدين حيث تمتزج رائحة العسل بعبق التاريخ يمارس المداوي مصطفى كنعان طقوساً قديمة قدم الحضارات، ينسج خيوطاً من الأمل لمن تقطعت بهم السبل الحديثة، ويرسم بلسعات نحله خرائط شفاء لمن ضلوا في متاهات الطب المعاصر. يقف المرضى في طوابير الانتظار، كل منهم يحمل قصة ألم وحكاية صبر. هم أولئك الذين خذلتهم الأقراص والحقن فجاءوا يبحثون عن بديل في أجنحة النحل وإبره الحية، يتحدثون بلهجة من خاض معارك طويلة مع المرض، ويتطلعون إلى كنعان كما يتطلع الظمآن إلى قطرة ماء في صحراء قاحلة. في كل لسعة يختلط الألم بالرجاء، وفي كل طنين نحلة تتردد أصداء آلاف السنين من الممارسات الطبية. هنا في هذه العيادة البسيطة تتلاقى الحكمة القديمة مع اليأس المعاصر لتنتج مزيجاً فريداً من العلاج والأمل. لكن في الجانب الآخر تقف الأصوات المشككة تلوح بأعلام الشك والريبة، إنهم يتحدثون بلغة الأرقام والإحصائيات، يطالبون بالأدلة والبراهين. وبين هذا وذاك يقف كنعان يحمل في يد خبرة السنين وفي الأخرى إيمانه بما يفعل. في نهاية كل يوم حين تعود النحلات إلى خلاياها وينصرف المرضى حاملين معهم بصيص أمل، يبقى السؤال معلقاً، هل هو العلاج الحقيقي أم هو مجرد وهم جميل؟ ربما لا يهم الجواب حقاً، فطالما هناك من يجد في لسعة النحل ما عجز عن إيجاده في حبة الدواء، سيبقى كنعان ونحله يرسمون لوحة فريدة في مشهد الشفاء.